الفلسطيني. سيد حسن، إذن مناسبة كبيرة وفي الحقيقة لها رمزية حتى تاريخية ترجع إلى يعني أكثر من 30 عاما ربما. كيف تحتفلون بهذه المناسبة وكيف تحيونها؟ نعم، كما تفضل ضيفك الكريم بأن الفلسطينيون في الداخل والخارج ومعهم إخوتهم العرب أيضا والمسلمون يحتفلون بهذه المناسبة بإقامة الندوات واللقاءات وإلقاء المحاضرات وإقامة الفعاليات وتسيير المظاهرات. كل ذلك لماذا؟ لكي يشعر الأسير أنه ليس وحده في زنزانته، إنما كل الشعب الفلسطيني قلبه معه، كل الشعب الفلسطيني يقف إلى جواره، كل الشعب الفلسطيني يعيش قضيته ولن ينساه يوما ما بإذن الله تعالى. هذا تعزيز لصموده حتى لا ينكسر. نعم، حتى لا ينكسر ويظل على صموده إلى أن ينال بإذن الله تعالى النصر أو الشهادة. وكيف لكن تعرفون العالم بهذه القضية؟ لا شك أن قضية الأسير الفلسطيني ربما تحتاج إلى تعريف، ليس فقط داخل قطاعات شرائح المجتمع الفلسطيني ولكن أيضا في العالم العربي والإسلامي وحتى الدولي. صحيح، لذلك أخي الفاضل نجد العديد الآن من مراكز الأبحاث ومن الجمعيات تقوم بالاهتمام بهذا الملف خصوصا، وتقوم بالتوعية في شأنه، بإعطاء إحصائيات، بإمداد الناس بأخبار الأسرى في السجون والانتهاكات التي يتعرضون لها من سلطات الاحتلال الإسرائيلي. كل ذلك تقوم به هذه المؤسسات حتى يعرف الناس هذه القضية ويعيشونها مع الأسرى. دكتور محمد.